ليش دخلني احمد؟ لا لازم اوضح لك شغله مهمه كثير. فرحان دافع لك 250 ليره، الليره تنطح لي، رح نص الورقه واذا بده ياخذك الا اطلع فيها. حصلي يا لك بعد شلون مجنونه بنتي. تا احمد ما قلت لك اثمين بخف عليها؟ شو اثمين بخف عليها امين؟ ايش الشغله مو بالحق؟ فرحان مو مشاهدني انا وياك على شركته لاحمد بالورقه فخر. سمر سمر، مهما طلعتي ومهما نزلتي ضل انا امك واحمد اخوكي، فهمتي؟ لك مجنونه انتي، مجنونه. هبله هبله بنتي، مدري ايش صاير لك. بدكم يعني هس نحن منضل اهل طفر ما بيطلع من اللحم، ما بيطلع من اللحم، ما بدنا حدا غريب يفوت ببيناتنا. عم تفهموا؟ ما بدنا غريب. الورقه قلنا والجائزه الكبرى قلنا، ما حدا له معنى شيء. عم تفهمي؟ احمد اعطيني الورقه توبر، يلا يرضى عليك اعطيني الورقه. لا رضاي عليك يكلي لك بتوبر. لا هات او لا. خلاص دقيقة وهنا هات ليك هلحظة. خلاص هون بدي اتضل. ملايين يا حبيبي ملايين. ايه على مالك شو في قدامي؟ انت شو في قدامك كمان؟ انا مليونير وانا مليونير. لك اسكت، الدنيا ليل والصوت بيودي. امي نشتري سيارة. لك ليش السيارة؟ ليش البحترة هلا؟ لك السيارة لك اجدى، بتصرف عليها ما بتصرف عليك. نحن بدنا نعمل مشاريع مشان نقبر الفقر. قبرناه وخلصنا منه. لا لك اجداب ما بنقبره لحتى اشوف المصاري بعيني وعدهم ليرة ورا ليرة. اخ يا امي اخ، وجعني راسي وفج مخي. تعالي المصاري بتوجع الراس، شو بدنا نعمل فيها كلياتها هاي؟ ما وين نروح فيها؟ بعد انتهى لك امي، شو بدنا نقول لفرحان؟ منين هبطت علينا هالثروة المباغي؟ هي امي خلاص تركوني فكر، حاجة تقروا، روحوا انتوا اثنين ناموا، الصباح رباح. انا بالنسبة لي مو جايني نوم. وانا بالنسبة لي كمان مو جايني نوم. اما بالنسبة لي فانا بدي بيت استخارة على نية الله يهديني شو بدي ساوي بهالمصاري. امي شو بدنا نساوي؟ مو تساوي، شو بدنا نساوي؟ فرقت كتير.